معرفتش ارد عليه اقول له ايه، كلمت وسكت ونزل عليا صهم الله. طب وهي؟ هي حبت عين ابوها كانت طايره من الفرحه. وانت ليه ما قلتلوش لا؟ بقول لك يا حبت عين ابوها طايره من الفرحه، تقول لي ما قلتلوش لا ليه؟ ما ينفعش يا دكتور، وبعدين لما اوظف دي الكلمه يعني، ده لسه مخرجني من الحبس، الراجل دفع الفلوس لوليد الزهار وخلى المحامي بتاع وليد يجي ويتنازل، يعني هو اللي طلعني من المصيبة اللي انتوا وقعتوني فيها. خلاص خلاص مش محتاجة شرح كتير. قولي هو ما كلمكش على الفلوس اللي عندك؟ لا، هي اللي اتكلمت وقالت لي ادي الفلوس دي لحسام. طيب والارض اللي باسمها؟ اتنزلت له عنها. بنتك كتبت شهادة وفاتها، لعبت في عداد عمرها. ولزومه ايه الكلام الكبير ده يا دكتور؟ ليه كده بس يا سعادة الباشا؟ اسألها هي، ما تسألنيش انا. طب عدم المؤازرة المشكلة دي نحلوها ازاي؟ دبرني يا دكتور، ده انا جاي من هناك على هنا دغري، على ملا وشي، ما روحتش بيتي، ما غيرتش هدمتي، قول لي فهمني رسيني، اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ توقف ضد الجوازة دي يا عبد الحفيظ. مش هتسمع كلامي، ده هام، والهام التاني ما ينفعش، اقول له رفضك ليه؟ اتحجج بأي سبب، المهم الجوازة دي لازم تتفركش، وعقد ملكية الأرض يجيني. ولو عايز بنتك تعيش يا عبد الحفيظ تسيب فيلا الشروق وترجع الاوتيل. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله، ده انتوا عارفين مكانها اهو. امال احنا بنلعب ولا ايه؟ لا، تلعبوا ازاي؟ انا عارف انكم عاملين حسابكم على كل حاجه، بس لازم انت تعترف ان موضوع الشيك فلت منك، وان كان ممكن اتسكع لي كام سنه معتبرين. لو كنت صبرت شويه كنت هتطلع منها. أنا كنت عايز نعمل إيه يا دكتور؟ أقول لهم لا والنبي ما تخرجونيش دلوقتي، سيبوني هنا شوية، سيبوني لغاية ما يجي الدكتور شاكر يخرجني بمعرفته. أبو حفيظ، لو عايز بنتك تعيش نفذ اللي قلت لك عليه.